بونجور تو الموند، جيتكم اليوم فيديو جديدة. هاد لا فيديو سبيسيال غاتو نتاع العيد. حضرت معاكم ثلاثة الانواع تاع الغاتو بمكونات بساطين وبساطين، وكيجيو المذاق ديالهم كيجيو رائع. وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع لا فيديو، وبلا ما غاديش نطول عليكم غادي نخليكم مع لائحة المقادير. غادي نحتاج 300 غرام نتاع اللونس اللي طحنته وحمرته، ومن بعد ضفت له سكر كلاصي، يعني سكر كلاصي حسب الذوق نتوما والذوق ديالكم. غادي نحتاج 100 غرام نتاع الكوك، غادي نحتاج 40 غرام ديال الزبده، يعني الزبده غادي نحتاجها غير باش غادي نجمع الحلوه ديالي، وغادي نحتاج شويه الطحين لان غادي نطلقها شويه بالدلاك باش غادي نقطعها، وغادي نحتاج الماء تاع الزهر حتى هو. ودابا غادي نبدا معكم على بركه الله. غادي ناخذ اللوز اللي غادي نديرو هنايا، هاد الحلوه كتجي زوينه وبنينه، هادي راها كطيب ولاني ما فيهاش الطحين، كتجي رائعه في المذاق. ومن بعد غادي نضيف الكوك، غادي نضيف يعني قياس جوج معالق كبار نتاع ماء الزهر، وغادي نجمع هذا الخليط هذا، غادي نجمعو غير الزبده، الزبده غادي تكون على درجات حراره المطبخ للاحسن. ومن بعد غادي نجمع هذا العجين هذا هكذايا، هذا الزبدة، ما كتلاحظوا معايا هكايا، وانا غادي نتلاقى معكم من بعد باش غادي نوريكم كيفاش غادي نشكلوا هاد الحلوه ديالنا. العجينه كتجي على هاد الشكل هكذايا، من بعد ما جمعتها غادي نخليها ارطع، غادي نرش شويه تاع الدقيق، وغادي ناخذ واحد الكميه تاع هاد العجين، غادي نرش شويه رشيشات نتاع طحين، وغادي نطلق شويه بالدلاك اولا بيديك، يعني ما ماشي بالضروره هكذايا. السمك نتا اللي بغيتي، يعني اي سمك بغيتيه نتايا، هذه راه ما فيهاش الخميره ما فيها حتى شي حاجه، يعني ما تخافوش منها انها تنفخ ولا كتبقى في نفس الشكل ديالها. يعني انا كنضرب شويه بيدي، نضرب شويه بالدلاك، كتجي رائعه في المذاق. وكناخذ هادي باش غادي نقطع، انا خديت هادي، غادي نرش شويه رشيشه تاع الطحين باش ما تلصق لياش، وغادي نبقى كنقطعها كتجي على هذا الشكل هكذايا، وغادي نخليها كنستمر في هذه العمليه هكذايا. كنسالي كاع العجينه ديالي، كتجي في المذاق رائعه، راحه كتجي غزاله. ومن بعد مني غادي تخرج من الفران غادي نزينها بالشوكولا، شوكولا نوا وبلا نوا نتاع الكوكو، حتى هو كاش كتجي واحد الشكل فيها زوين.
وانا غادي نستمر وغادي نسالي كاع العجينه اللي عندي وغادي نتلاقى معكم من بعد ما غادي توجد لينا الحلوه ديالنا. ودابا غادي نديها طيب في الفران، يعني غادي نخليو لها واحد درجه الحراره قليله بزاف لان ما فيهاش الطحين. باش غادي طيب غادي نديرو على 150 درجه، وخصنا نبقاو نسورفييو لا كويسون باش ما تحرق ليناش. وانا غادي نتلاقى معكم من بعد ما غادي توجد لينا الحلوه ديالنا. قلت زين هاد الحلوه ديالنا غادي نحتاج الشوكولات شوكولا اولي، وغادي نحتاج الكوك. ودابا غادي نوريكم، غادي ناخد وحده وغادي نفيرسي عليها الشوكولا دي جلوس ديالها. غادي ندير الشوكولا كما هكذايا، نجيري وغادي نزين على هاد الشكل هكا. تمام، كتلاحظوا معايا وغادي نستمر في هاد العملية هادي حتى كاع نسالي هاد الحلوة ديالنا ولا البسكوي ديالنا. المذاق ديالها كيجي رائع. ومن بعد غادي ناخد الكوك وغادي نرشها بالكوك بهذا الشكل. نرشها هكايا، كيجي المنظر ديالها، عفوا المنظر ديالها كيجي رائع جدا. وانا غادي نستمر كاع الحلوه ديالي على ما نساليها، وعاد غادي نتلاقى معكم باش نوريكم كاع الشكل النهائي ديالها. اما الحلوه الثانيه اللي غادي نحضر معكم وهي عباره عن غريبه بالبيض مسلوق، وكيقولوا لها الحلوه الفرنسيه. وبلا ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم على لائحه المقادير. غادي نحتاج كاس نتاع السنيده، كاس صغير. غادي نحتاج 100 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج 200 غرام نتاع الدقيق، يعني نقدروا نزيدوا نقدروا ننقصوا حسب الخليط. غادي نحتاج جوج بيضات مسلوقين اللي غادي ناخذهم غير الصفار ديالهم. غادي نحتاج لواحد فاني، وغادي نحتاج الخميره هذه هكذايا، غادي ناخذ منها غير نصف الكميه. حاجه غادي نخدم الزبده، غادي نخدمها مع السنيده. نخدم الزبده مع سنيده وغادي نزيد لها حتى هي الفاني، حتى هي غادي نخدمها معاهم. نخدمها مزيان كتعطينا واحد الكريمه هكذايا كما كتشوفوا، كريمه هكا. ومن بعد غادي ندير نزيد البيض المسلوق، نديرو هنايا وغادي نخدمو مع الزيت. نحاول انني نخدمو مع الزيت مزيان، كتجي بنينه هاد غريبه هادي. نحاول انني نخدم مزيان، نحاول انني نخدمها مزيان. هي المذاق ديالها كيجي رائع، يعني غزاله. سيرتو ملي الكاطي كنديروها في الشوكولا، وكنديروها يا اما في الباستا يا اما في الكوك. انا جو بريفير انني نديرها في الباستا كوفريت، كتجي غزاله.
صراحة كتجي واحد المذاق فيها رائع. المقادير ديالها يعني مقادير بسيطة بزاف، والكمية كتعطي واحد الكمية لا بأس بها. وإلا بغيتو تزيدو غادي بغيتو ديرو أكثر غادي تضاعفو المقادير. أنا كندير غير هاد الكمية لأنها كافية، يعني ما تقدرو أنكم ديرو كمية أخرى. ودابا زدت ناخذ غير النصف ديالها، ما غاديش ناخذها كامله، غادي نخلطها مع الدقيق وغادي نبقى كنضيف الدقيق تدريجيا. غادي نبقى كنضيف الدقيق هكا تدريجيا نحاولوا انها ما تجيناش قاصحه بزاف، نحاولوا انها ما تجيناش قاصحه، يعني هذه لو بوت ديالها انها ما تجيش قاصحه، تجي ما جاريه ما قاصحه، يعني تجي ما بين وبين. غير بتدريج الطحين، يعني ما خصنيش ندير كاع الكمية، ما قلت لكم يعني على حسب الطحين على حسب الخليط. انا غادي نخليها، غادي نحتاج الشوكولات، ديما كنستعمل الشوكولا ولي، غادي نحتاج الكوك ولا غادي نحتاج كوفخيت اللي كيكون محكوك. انا كيعجبني بالكوفخيت وانتم تقدروا ديروا غير بالكوك، يعني الشكل النهائي. غادي ناخذ هاد وحده، غادي نديرها على هاد الشكل هكا في الشوكولا، وغادي نديرها هنايا غادي نحطها في الكوك. هما كتلاحظوا معايا ثم وغادي ندوزها في الكوك. كتجي كيجي المنظر ديالها زوين، ميم المذاق كيجي غزال، المكونات ديالها بسيطه بسيطه جدا. وغادي نستمر في هذه العمليه هكذايا حتى نسالي كاع هاد الحلوى ديالي. وغادي ندير في الكوك هادي، غادي ندوزها حاجه اخرى. كتجي حتى هي واحد المذاق رائع، انا كتعجبني الصراحه بهاد الباستا، ولا كما قلت لكم كيجي المذاق ديالها رائع غزال، انا كتعجبني. ومن بعد غادي نجيبها على هاد الشكل هكذايا، كتجي على هاد الشكل ما الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي غزال. ميم المذاق كيجي زوين بزاف.
الشكل الثاني غادي ندوزو في هاد لي كوفريت، كان هو كيجي رائع، كيجي واحد المذاق فيه رائع. انتما كتجي على هاد الشكل هكا، يعني المذاق اللي كيجي فيه كيجي رائع جدا. وانا غادي نستمر في العمليه كلها، ومن بعد عاد غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. اما الحلوه رقم 3 وهي عباره عن كورن دي غازيل او لا كابل غزال. هاد الوصفه هي وصفه جزائريه كتعجبني، المكونات ديالها بساطين وزوينه، كتجي كدوب في الفم. انا شخصيا كنحماق عليها، وبلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع مقادير. بالنسبه للعجين كنحتاجو كاس ديال الزبده، كنحتاجو معلقه صغيره نتاع لاكريم فريش، كنحتاج ربع كاس تاع الماء، كنحتاج الزهر، كنحتاج 200 غرام نتاع الدقيق، وكنحتاج واحد فاني، وكنحتاج معلقه كبيره نتاع سكر كلاصي، وكنحتاج الرشه نتاع الملح. من بعد ما جمعنا العجينه كتجي على هذا الشكل هذا. انا غادي نخليها ترتاح، ودابا غادي نمشي نحضر الحشوه. غادي نخليها ترتاح وغادي نمشي نحضر الحشوه. هذيك العقده نتاع اللوز جمعته بماء الزهر والزبده، غادي نشكلو، غادي نحربلو، نشكلو حريبلات، ومن بعد غادي نتلاقى معكم باش غادي نوريكم كيفاش غادي ندير الكعب غزال ديالي. كنشكلو هكذايا على حساب حريبلات هكا، ومنين غادي نساليهم كاملين غادي نتلاقى معكم باش غادي نوريكم كيفاش غادي نصايبو، يعني باش ما يجيش لا فيديو طويل، يعني انا اخترقت بمال تاع المراحل. وغادي نستمر في العمليه حتى نسالي كاع هاد الحشوه ديالي. العجينه ديالي هي هادي، غادي من بعد غادي نشكلها على شكل كويرات لهاد الشكل هكذايا، حتى هي غادي نشكلها. وغادي نستمر في العمليه حتى نسالي كاع هاد العجينه هادي. هادو غادي نبسطهم شويه بالدلاك، تما لاحظوا معايا، وغادي نجيب الحشوه ديالي. نجيب الحشوه ديالي وغادي نحاول نديرها على هذا الشكل هكا، نحاول انني الجوانب نغلقهم مزيان، وهذوك الجوانب غادي نحيدهم بواحد الموس من هنايا، وغادي ندير على هذا الشكل، حربلة على هذا الشكل هكذايا، نحاول انها باش ما تحليش. وغادي نجي لهنايا وغادي نشكلها على شكل كعب غزالة. كيجي زوين. وانتهى بعدك صار مرحب مرحب.
مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف من بعد ما طبلينا كابوسيل ديالنا غادي نديرو في الماء الزهر ومن بعد غادي نفندو في سكر غلاسي غادي نديرو كيما هكذايا ومن بعد غادي ندوزو في سكر غلاسي كيجي المذاق ديالو رائع انا كيعجبني انا شخصيا كيعجبني وكيجي الى هذا الشكل هكذا يعني كيجي زوين رائع رائع انا الصراحه المذاق ديالو وهادو هما الاشكال النهائيه نتاع الحلوه ديالي كما كتشوفوا معايا هانتوما كتشوفوا كتجي رائعه وزوينه ميم في المذاق كتجي غزاله نتمنى لا فيديو يكون عجبكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم واللي ما تابوناش يتابونا في لاشين ديالي وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير وانا كنقول لكم اتري تري بيانتو جو فوزيم وعيد مبارك سعيد باش كتمناو ان شاء الله